ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل مقشر جديد، هنعمل مقشر زبدة الليمون. مش هنعمل زبدة الليمون، لا، مقشر يعني سكراب زبدة الليمون. نبتدي بسرعة بقى في الوصفة بتاعتنا، بس هاتي ورقة وقلم واكتبي ورايا خطوة خطوة. أول حاجة أنا هضيف 70 جرام من اللانت أو اللي هو ستيل الكحول، وده شكله. وهضيف 30 جرام من ستريل الكحول، وهضيف 40 جرام من الستيريك أسيد اللي هو حمض الشمع. ودي ثلاث شموع بتاعتي اللي أنا استخدمتها في السكراب ده. طبعا الشموع علشان تمسكلي السكراب مع الزيت وزبدة الشيا. هضيف 100 جرام من زبدة الشيا، استخدمت 200 جرام من زيت القرطم. ولو انت ما عندكيش تقدري تستخدمي زيت عباد شمس، بس زي ما انت شايفة كده ده لونه بيبقى اغمق شوية من زيت عباد الشمس. هو اسمه زيت القرطم عشان ما حدش يتلخبط ما بينه وما بين الكركم، هو اسمه القرطم. وهضيف جرام من المايكا، اللون الاصفر طبعا علشان يليق على السكراب بتاعي، سكراب الليمون. وكنت هنسى، اضيف جرام من البي اتش تي اللي هو مانع تزرنخ، ملح بي اتش تي مانع تزرنخ، بيحافظ على الزيوت بتاعتي. وهاخدهم بقى على حمام مائي يدوبوا وارجع لكم. هنا بعد ما الشموع بتاعتي دابت تماما وامتزجت كويس مع الزيت وزبدة الشيا، دلوقتي انا هضيف 40 جرام من البوليسوربيت 80 اللي هو التوين 80. وزي ما انتم عارفين علشان ده بيمنع دبج الحمام، يعني بيخلي السكراب بتاعي ما يسيبش وساخة في البانيو ويضايق الناس، فده مهم جدا. اخدت منه 40 جرام، وبقلب. وهو في حد ذاته لوحده مقشر ممتاز، هو مستخرج من جوز الهند ومفيد جدا للبشرة. دلوقتي انا هاخد السكراب بتاعي ده على في الثلاجة علشان درجة الحرارة تنزل لحد 40 او اقل، وبعد كده اقدر اضيف بقية المكونات بتاعتي اللي بتضاف على البارد. هنا بعد ما درجة الحرارة نزلت زي ما انتم شايفين كده تقل خالص، هبتدي بقى اضيف الاضافات بتاعتي. هضيف 20 جرام من زيت الليمون الاخضر، زيت قشر الليمون الاخضر. وده طبعا زيت اساسي essential oil. Thank you.
هضيف المادة الحافظة بتاعتي 5 جرام من الفينوكسي ايثانول، و2 جرام من WS1 بيكرول WS1 مانع تعفن، هضيف باكت واحد من النعناع المجفف، نعناع أخضر مجفف، وهضيف 450 جرام سكر. شايفين قوامه جميل جدا واللون حلو قوي قوي قوي. انا عملت كمية كيلو، فهنزل في عبوة كيلو، طبعا العبوة متعقمة كحول 70 ومتنشفة كويس. طبعا انتوا لو عايزين تقسموا الكمية دي في عبوات مفيش مشكلة، انا كل لما هحتاج منها هملى علبة واستخدمها. نجرب بقى السكراب مع بعض كده. انا هدي ايدي كده مبلوله كاني انا في الحمام يعني. طبعا السكراب ده بتستخدميه بعد الدش، بتستخدميه كده في حركه دائريه على جسمك، ممكن تسيبيه 10 دقايق وبعد كده تشطفيه. ريحته جميلة جدا، ريحة الليمون فظيعة. بلبلي ايدك كده كل شوية بالمية وتعملي سكراب وبعد كده تشطفيه. دي ايدي بعد ما شطفته، مش قادرة اقول لكم الريحة جميلة جدا، وسكراب كده بيدي ترطيب حلو قوي طبعا عشان زبدة الشيا. ياريت تجربوه، جميل جدا جدا جدا، بيدي احساس كده بالانتعاش.